شيخ، هذا سائل يقول: لم أفهم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام 35. الحديث يعني في وقتهم، في أول الإسلام، في أول الإسلام لما كان الإسلام عزيزا على عهد الخلفاء الراشدين. نعم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة. 30 سنة. نعم.